بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي احنا هنشرح ازاي تقدر انك تدخل على جوجل كلاس روم وتعمل التيرن ان بتاعك او التسليمات بتاعتك كلها من خلال الايميل الجامعي مش الايميل بتاع الجيميل بتاعك. اولا لازم ازاي تعرف انك تاكسس او توصل للايميل الجامعي. الايميل الجامعي مش لجيميل، انت بتدخل على office.365.com ومن خلاله بتيجي هنا وتدوس على بس كنت عامل ساين ان هنا تدوس على ساين ان دي وتبدأ تدخل بالايميل الجامعي بتاعك. تقول له ان انا هستي سايند ان، بعدين تيجي هنا لازم تتعرف على الايميل الجامعي بتاعك ده. هو بيتيح لك انك يديك لايسنس اصلا للمايكروسوفت اوفيس من غير كراكس ولا حاجه، ودي الحاجات اللي انت تقدر تستخدمها. احنا هنستخدم ايه؟ الايميل او الانبوكس بتاعي فين؟ ده موجود هنا في الاوتلوك. الاوتلوك ده هو الانبوكس بتاعك او اي حد بيبعت لك ايميل على الايميل الجامعي بتاعك هتلاقيه موجود هنا. طيب استخدم ازاي بقى الايميل ده في اني ادخل الجوجل؟ طيب بص، حيلة بسيطة خالص. هتبدأ تيجي من هنا وتفتح الجيميل، ففي الجيميل بتاعك ده هتقول له use another account وتبدأ تعمل creation لأكاونت جديد for myself، بعدين تكتب اسمك. هنا هو دايما بيجبرك ان هي تبقى @gmail.com، فهتيجي هنا تدوس على use my current email وتدخل الايميل الجامعي بتاعك، بعدين تدخل لك باسورد معين وتدوس enter او تدوس على next. فهيبدأ يقول لك ايه، لو سمحت اعمل verification للايميل ادرس ان ده بتاعك اصلا. فهترجع تاني على الاوتلوك بتاعك وتدوس ريفرش، هتلاقيه ابتدى ان هو يبعت لك ايميل من جوجل وبيقول لك verify your email address. هتبدا تنزل تحت كده هتلاقيه بعت لك كود، تاخد الكود ده كوبي وتجيبه هنا بيست، تقول له verify. هيطلب منك انك تدخل رقم تليفون ويبعت لك رساله على التليفون، يبقى انت كده عملت الاكونت بتاعك. بعدين تدخل هنا على كلاس روم وتقول له يوزر انذر اكونت وتدخل الايميل الجامعي بتاعك وتدخل في الكلاس روم وتعمل التيرن ان بتاعك. اتمنى ان كل حاجه تكون وضحت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.